بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فإن فضائل آل البيت الكرام معروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمسك بهم، وذكرنا وبينا في تسجيلات سابقة ومفصلة أن أهل السنة والجماعة قد تمسكوا بآل البيت الكرام جميعا، ولم يختاروا بعضا دون بعض، خلافا للنواصب وخلافا للروافض. ليس هذا موضوع الحديث، كما بينا في تسجيل سابق. ادعاء النسب الشريف لما في ذلك من مصالح قد تكون دنيوية، وكلها دنيوية، لا يوجد مصلحة أخروية في الادعاء، لأن هذا حرام أصلا، والله سبحانه وتعالى لا يتعبد إلا بما شرع. وادعاء النسب من الكبائر، قد بينا ذلك، وبينا أن كثيرا من الناس ينتسب إلى هذا البيت الكريم ليرفع خسيسته، وكثير منهم لأدنى ملابسة يفعل هذا، بينا هذا، وهذا سلوك سلبي. ونحن في حديث الذكريات والعبر نتحدث عن المناقب والمثالب. المناقب صفات كريمة يتحلى الإنسان بها، وذكرها وإشادتها بين الناس يشجع على التأسي بها. أما المثالب فهو سلوك سلبي، والقرآن العظيم سمي بالمثاني لأنه يثني، يذكر أوصاف أهل الخير ويذكر أوصاف أهل الشر، يذكر أهل الجنة ويذكر أهل النار، وهكذا. الآن مع سلوك معاكس، وهو أيضا غريب جدا، من أناس من كبار الصالحين، ركب معي السيارة قبل سنوات رجل في بلاد شرق آسيا، وهو إنسان عربي، ومعروف أن هذه البلاد تعظم آل البيت بشكل ملحوظ، وينالون مكانة ومنزلة خاصة إذا كانوا من أهل العلم. سألته قدرا فقال لي: أنا من المكان الفلاني. وذلك المكان هو عبارة عن قبائل، ولهجته تدل على أنه من أهل القبائل، ليس يعني من أهل الحضر الذين أضاعوا الأنساب. قلت له: من أي القبائل؟ قال: من القبيلة الفلانية. قلت: القبيلة الفلانية من السادة الأشراف. وكان في السيارة معنا من لم يسمع الحديث من أهل تلك البلاد، فهمس في أذني واحمر وجهه وقال: أرجوك أرجوك أن تكتم هذا تماما، لا تخبر بهذا أحدا. وأخذ علي العهد بذلك، لذلك لم أذكر اسمه الآن. هذا سلوك نبيل جدا، الناس سيكرمونه من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يخشى أن يأكل دنياه بدينه. عادت بي الذاكرة إلى أناس من العلماء والصالحين والأولياء الذين أخذت منهم، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى رضي الله تعالى عنه، وهو مرشدنا وقدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو من وراث سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في منطقة ليس في منطقتنا،
نعم نرحل إليه وكذا، لكن ليس عندنا اهتمام بأنساب تلك البلاد. أنساب منطقتنا نعرفها ونعرف الغث والسمين منها، وهذا أمر يتلقاه الناس بالوراثة، يعني كل يأخذ من أبيه أخبار النسب وأحوال الأنساب وإلى من ينتسب هؤلاء، والأنساب الشريفة وغير الشريفة. الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، ما علمت إلا بعد وفاته أنه من السادة الأشراف، وأنه ينتسب إلى قبيلة معروفة بشدة الاعتداد بالنسب، يعني أكثر قبيلة في قبائل سوريا تعتد بنسبها وتحاول إبراز ذلك، حتى العوام منهم، حتى الإنسان الذي لا يحسن الوضوء والصلاة، وقد رأيت ذلك مرات وكرات، لذلك لم أذكر اسم القبيلة الآن، حتى من كان لا يحسن أساسيات الدين دائما يعتد بنسبه ويقول نحن سادة وأنا سيد وهكذا، وكبيرهم يلقن صغيرهم هذا. الشيخ رحمه الله لا أذكر مرة أنه دعانا إلى التمسك بآل البيت، مع أن هذا من الدين، ليس عن تقصير من الشيخ، الشيخ يأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ولكن خشية منه أن يتجه الناس إلى تعظيمه لأجل هذا الغرض، إنما الشيخ كان يريد أن يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالوراثة النبوية، بتعليمهم أحكام الدين، بإرشادهم إلى سلوك الحق، بالجد في السلوك إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى. ما علمت هذا إلا بعد وفاة الشيخ. والأمر الآخر الذي وجدته في شيخنا العارف بالله سيد الشيخ سعد الدين المراد الحموي رحمه الله تعالى، ما ذكر هذا مرة واحدة، بل حينما ذكر هذا الموضوع أمامه استخدم طريقا من طرق التورية حتى يوهم السامع بهذا التعريض أنه ليس من آل البيت. هذا كلام أمامي، ويعني لعلي أنا السائل، ما سألت عن آل البيت، ولا أصلا ما كان يخطر في بالي، والشيخ ما تكلم في هذا، إنما سألناه عن نسبه والعائلة، عائلة آل المراد الحموي عائلة عريقة جدا، يعني أعرق العوائل العلمية والدينية في بلاد الشام، يعني عمرها قريب من 400 سنة أو أكثر من 400 سنة، وهناك كتاب عن الأسرة المرادية، كلهم علماء وكلهم صالحون وأولياء، الكبار منهم الآن، يعني يوجد من اتجه إلى الدنيا ويوجد من بقي محافظا على نهج آبائه وأجداده. سألته عن ذلك فقال الشيخ نحن قدم جدنا مراد مع السلطان سليم على ما أذكر، يعني قدم إلى بلاد الشام مع العثمانيين الذين دخلوا البلاد، وقال الشيخ قال الناس هكذا يقولون إن أكراد، وقالها بابتسامة غريبة، ما فهمت هذا، طبعا الشيخ ليس كرديا وليس في عائلة كردية ولم يكن كرديا في يوم من الأيام، لكن عندنا في الشام حاجة، وخاصة في بعض المدن، يعني الإنسان الذي لا يعرفون لغته يقول هذا من الأكراد، لأن الأكراد كثير في بلادنا، ويعني حتى أذكر جماعة في بيتنا في منطقتنا من البوسنة، الناس يقولون عنهم أكراد وهم ليسوا أكراد أصلا، من بوسنة، فقال الناس يقولون عنا إن أكراد. سكتنا عند هذا. بعد أن قرأت الشيخ، بعد أن قرأت الكتاب الذي ألف عن الشيخ رحمه الله بعد وفاته، وجدت أن الشيخ شريف من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، فما ذكر هذا في حياته مرة واحدة، وإذا ما ذكر هذا الموضوع يتهرب منه بالتورية والمعاريض.
فأي قوم هؤلاء؟ قوم صادقون مع الله سبحانه وتعالى، يبحثون عن رضاه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهم وبسائر الصالحين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.